كما حمل الخطاب الملكي السامي إشادة بالجهود المتميزة للتصدي لفيروس كورونا، ما مكن مملكة البحرين من تقديم نموذج ريادي في التعامل مع الجائحة وتداعياتها على مستوى العالم. شكرا جلالة الملك، أنتم منحتم المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة أولوية ضمن مسيرتكم الخيرة لتكون مملكة البحرين سباقة وفي مصاف الدول المتقدمة بتطبيق أفضل الممارسات والمهنية في التصدي لجائحة كورونا بقيادة سمو ولي العهد. حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أكد خلال خطابه السامي لدى افتتاح دور الانعقاد الثالث أن النموذج البحريني في مواجهة هذه الأزمة الصحية استطاع أن يحقق صيتاً عالمياً وموقعاً رياضياً لا يقل شأناً ولا تأثيراً على صعيد أفضل الممارسات الدولية. جلالة الملك يعرض عن فخره واعتزازه بالنموذج البحريني اللي ابتدع هذا الشعب العريق. احنا نموذجنا ليس فقط برز وأبهر العالم في جائحة كورونا كممارسة لأحدث الطرق وأكثرها نجاعة، إنما أيضا احنا نموذج عريق بتجربته التاريخية. لذلك جلالة الملك كان فخور بهذا النموذج الذي يمتد من التاريخ بعراقته إلى أن أثبت من خلال الجائحة أيضا أن هذه الأصالة وهذه التجربة التاريخية العريقة أفرزت وكرست هذا النموذج من النجاح. إشادات جلالة الملك المفدى في خطابه السامي ثمنت جهود وجاهزية الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة الموقر وحرص الحكومة على وصول الخدمات الضرورية إلى كل مسكن ومؤسسة وخصوصا خدمات العمل والتعليم عبر المنصات الافتراضية في ظل مواجهة تداعيات جائحة كورونا. نحن نسمع بشكل مستمر من معظم دول العالم عن تسريح في الموظفين، عن إغلاق في المؤسسات، عن عدم وجود دعم إلا دعم محدود. الحمد لله الحمد لله لم يحدث مثل هذا التصريحات الموظفين، لم تغلق مؤسسات أبوابها لأن كان في دعم للتوظيف للموظفين المحليين، دعم للكهرباء، دعم للمناطق الصناعية، دعم وإلى آخره من كافة أشكال الدعم اللي خاصتها مملكة البحرين. ومن منطلق حرص جلالة الملك المفدى على رد الجميل للحملة الوطنية في ناخير وتعزيزا لموقع البحرين في الشأن الصحي، وجه جلالته الجهات المختصة بإنشاء مشفى ومركز متخصص في مجال الأمراض المعدية وبتجهيزات تمكنه من التعامل مع التحديات الصحية وطنيا وإقليميا، على أن يوثق في صرحه أسماء كافة الداعمين للحملة الوطنية التي أظهرت المعدن الأصيل لأهل البحرين في وقت الشدائد والأزمات. جلالة الملك المفدى في ظل دعمه اللامحدود للمسيرة التنموية جعل من البحرين قصة تحكي عن نجاحات وطنية لتكون نموذجا يحتذى به في التعامل الإنساني